كيف تؤثر الحرب في غزة على الناخبين في ميتشيغن؟ دعم العرب الأمريكيون في ديربورن بأغلبية ساحقة الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، لكن من المحتمل ألا يكون هذا هو الحال بالانتخابات التمهيدية المقبلة في الولاية. ميتشيغن هي موطن لأكبر عدد من السكان العرب الأمريكيين في البلاد. في جنوب شرق ميتشيغن يعيش حوالي 300,000 عربي أمريكي في منطقة ديربورن. حظيت المدينة باهتمام وطني لأنها أصبحت مركزاً إقليمياً للاحتجاجات ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على غزة. تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين. للصراع عواقب سياسية عميقة في الداخل، حيث تعهد العديد من السكان العرب الأمريكيين بالتخلي عن بايدن. رفض عمدة ديربورن عبد الله حمود لقاء مسؤولي بايدن قبل أن يعقد اجتماعا في النهاية، ويواصل مطالبته بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة.